بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هنالك مجموعتان من الكفاءات. المجموعة الأولى الكفاءات الذاتية، والمجموعة الثانية الكفاءات الإدارية. ماذا تعني هاتان المجموعتان؟ الكفاءات الذاتية عبارة عن الصفات التي يحملها الفرد في كوامنه. هذه الصفات ترتبط بالفرد ذاته ولا تتعدى منه إلى غيره. مثلا صفة العلم إحدى الصفات الذاتية، التقوى، الورع، الزهد وما أشبه ذلك، هذه كلها يصنفها علماء الأخلاق في مجموعة الصفات الذاتية. هنالك مجموعة ثانية، وهذه المجموعة هي الصفات الإدارية. الصفات الإدارية عبارة عن أنه كيف تتعامل مع الآخرين، كيف تتعامل مع زوجتك، كيف تتعامل مع أولادك، كيف تتعامل مع زملائك وأصدقائك. نوعية التعامل والقدرة على التعامل مع الآخرين تشكل مجموعة الصفات الإدارية. سؤال: هل هنالك ملازمة بين هاتين المجموعتين؟ هل هنالك ملازمة بين الصفات الذاتية والصفات الإدارية؟ الجواب على ذلك كلا. من الممكن أن يكون فرد ما قمة في الصفات الذاتية، قمة في العلم، قمة في الحلم، قمة في الزهد، ولكنه لا تتوفر فيه الصفات الإدارية. عندما توفي الشيخ المرتضى الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، خلفه صاحب الجواهر، وبعد تلك الفترة
بعد وفاة أحد العلماء الكبار جدا حدث هنالك تجمع، اجتمع الفقهاء لكي يعينوا الخليفة الذي يعقب ذلك العالم وذلك المرجع، لعله كان صاحب الجواهر. في هذا الاجتماع كان هنالك إحدى القمم الرفيعة في العلم، عرضت عليه الإدارة الدينية، لكن هذا العالم أبى ذلك. القضية ليست منصبا نرفض وراءه، القضية قضية مسؤولية شرعية. هذا العالم العظيم رفض هذا المنصب وقال: إني لو دخلت في هذا الأمر لأفسدته، لأنني لا أتمكن أن أدير هذا الأمر. ثم التفت إلى المجدد الكبير رحمة الله تعالى عليه وقال: إنه يجب عليك وجوبا عينيا. تعلمون أن الوجوب عندنا وجوب عيني وعندنا وجوب كفائي، يجب عليك وجوبا عينيا أن تتصدى لهذا المنصب. المجدد بكى وقال: إني لم أكن أفكر يوما من الأيام في أن يفرض علي هذا المنصب، يعني هذا المنصب فرض كان، لم يكن شيئا يرفض وراءه، شيء أجبرته الظروف وأجبرته الأحداث على تقبله. المجدد تقبل منصب الزعامة الدينية، وحقيقة صدق ظن ذلك العالم، لأن الكفاءات الإدارية التي كانت موجودة في المجدد الكبير رحمة الله تعالى عليه أنقذت الأمة. إذا لم تكن هذه الكفاءات الإدارية، هل كان بإمكان المجدد أن ينقذ الأمة في إيران من مخالب الأجانب الذين دخلوا إيران آنذاك وكادوا أن يحولوها إلى ما يرتؤون؟ 400,000 جندي دخلوا إيران وحاولوا أن يجعلوا إيران مستعمرة بأيديهم، ولكن الإدارة، الصفات الإدارية المهمة هي التي مكنت المجدد الكبير من أن يستنقذ إيران من مخالب الأجانب. بناء على ذلك، مجموعة الصفات الذاتية الشيء ومجموعة الصفات الإدارية شيء آخر. هذا كان مدخلاً للحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قمة في الصفات الذاتية، لم يسبقه إلى ذلك سابق، ولن يلحقه بعد ذلك لاحق. احنا عندنا صفات تشكيكية، الحقائق التشكيكية هي الحقائق ذات مراتب. انتوا لاحظوا نور الشمس نور، هذا نور، ونور حود الثقاب نور أيضا، ولكن أين الثريا وأين الثرى؟ أين نور الشمس وأين نور عود الثقاب؟ كثيرون كانوا زهادا،
عبادا علماء، كل شخص حتى الأنبياء العظام صلوات الله وسلامه عليهم لا يمكن أن تقاس صفاتهم الذاتية بصفات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نحن مهما حاولنا ومهما عملنا ومهما بحثنا لن نستطيع أن ندرك ذلك المقام الرفيع العظيم الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وآله. النبي بنفسه أشار إلى هذه الحقيقة حين خاطب علياً صلوات الله وسلامه عليه وقال: يا علي، ما عرفني إلا الله وأنت. هذا المقام الذاتي، هذه الصفات الذاتية. ولكن بجانب ذلك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتعليم الله بإرشاد الله أدبني ربي فأحسن تأديبي. النبي كان قمة في الصفات الإدارية، هذا لا نقوله نحن كمسلمين، وإنما قاله الأجانب أيضا. لاحظوا كتاب 100 أوائل، رجل غربي، رجل مسيحي، ولكن له قدر من الإنصاف، له قدر من الواقعية. يقول هذا الرجل: إني بحثت عظماء العالم من اليوم الأول إلى هذا اليوم، من هو أول رجل في قائمة العظماء؟ هل هو المسيح؟ يقول: لا. هل هو إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول: لا. هل هو الفيلسوف الفلاني أو المخترع الفلاني؟ يقول: كلا. أول رجل في قائمة 100 الأوائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه العجالة نشير إلى جانبين من جوانب البعد الإداري في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. البعد الأول بعد الحياة العائلية. النبي كان قمة في الإدارة العائلية. لا تجدون شخصاً استطاع أن يدير العائلة التي تحمل هذه المواصفات كما أدارها رسول الله صلى الله عليه وآله. تعلمون أنه في أزواج النبي، في زوجات النبي صلى الله عليه وآله، كانت هنالك اتجاهات متباينة، قابليات مختلفة، بعضهم ذات اليمين وبعضهم ذات الشمال. ولكن في خلال هذه المدة أدار النبي صلى الله عليه وآله العائلة أفضل إدارة، إدارة مبنية على الصفح، على التجاوز، على الحلم، على عدم محاولة الضغط ولو قليلاً على الطرف الآخر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له خادم، هذا الخادم كان يخدمه في البيت ويسمى بأنس. يقول هذا الرجل: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 أعوام، فلم يقل لي في يوم من الأيام: لماذا فعلت ذا ولماذا لم تفعل ذا. 10 أعوام لا يقول كلمة واحدة.
في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه القضايا لا تعتبر حكايات تاريخية، وإنما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه القضايا لنا، سيرة النبي صلى الله عليه وآله حجة علينا غدا أمام الله. في ليلة من الليالي أبطأ علينا النبي صلى الله عليه وآله. أنا ظننت بأن النبي مدعو في مكان. النبي في كل ليلة كان يأتي إلى البيت، كان طعامه الحليب، إناء من اللبن الحليب يتناوله ثم يذهب إلى مضجعه، هذا هو طعامه، وهو رئيس على عدة دول في ذلك اليوم. النبي ما شبع من طعام قط. النبي صلى الله عليه وآله عرض عليه جبرائيل أن يحول بطحاء مكة ذهبا، وكان يمكن أن يتم ذلك في لحظة واحدة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: يا أخي جبرائيل، أجوع يوما فأسأل الله، وأشبع يوما فأحمد الله. أجوع يوما فأسأل الله، وأشبع يوما فأحمد الله. النبي هذا كان طعامه، وهذا كان شرابه. يقول: فتناولت الحليب. جاء النبي صلى الله عليه وآله وأوى في مضجعه. يقول: غدا سألت الأصحاب الذين كانوا مع رسول الله: أين كان النبي مدعوا البارحة؟ قالوا: لم يكن مدعوا، وإنما كانت له أعمال أنجزها ثم عاد إلى البيت. النبي تلك الليلة بات طاويا، بات جائعا، ولم يقل لهذا الخادم لماذا، لم يقل له كلمة واحدة. هذا تعامله مع خادمه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته العائلية، ذات مرة كان النبي صلى الله عليه وآله يعيش في وضع صعب. النبي صلى الله عليه وآله كان يفد عليه كل شيء، لكنه كان يعطي كل شيء. هذا الوضع الصعب أثر على زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله، فاتفقت الزوجات بعد شدة الوطأة على أن يقمن باعتصام ضد رسول الله. جميع الزوجات اعتصم ضد رسول الله، لم يكلمن رسول الله. ما هذا الوضع؟ لا نتحمل هذا الوضع. النبي صلى الله عليه وآله دخل ورأى هذا الوضع، هل قال كلمة واحدة؟ لم يقل كلمة واحدة، وإنما ذهب إلى غرفة أخرى وظل في تلك الغرفة. بقيت القضية، الله سبحانه وتعالى أنزل آية تقرؤونها في سورة الأحزاب. أم سلمة أول من قامت إلى رسول الله وقبلت جبين رسول الله وقالت: رضينا بالله وبرسوله، وانتهت القضية. هل سمعتم من أحد الخطباء أو من أحد العلماء أن النبي كان له موقف حاد واحد تجاه أزواجه لقضايا بيتية ولقضايا عائلية؟ أبداً. ذات مرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه القضايا كلها عبر لنا، إذا أردنا أن ندير عشاً عائلياً سعيداً يجب أن نتعلم من رسول الله. لماذا هذا التفكك في العوائل في بعض المناطق؟ لماذا هذا التمزق؟ لماذا هذا النزاع؟ لأننا لم نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله. كان النبي في بيت إحدى زوجاته
وإذا بزوجة أخرى تبعث للنبي شيئاً لعله كان حلوى عبر خادمة، جاءت هذه الخادمة وقدمت للنبي هذا الإناء، إناء فيه حلوى أو شيء آخر. تلك المرأة غضبت وقالت: أما تستحي فلانة لا تتخلى عن رسول الله حتى وهو في بيتي؟ غضبت وأخذت الإناء وكسرت هذا الإناء، رمته على الأرض، فتحول الإناء إلى قطع متناثرة. هل قال النبي كلمة واحدة؟ لم يقل كلمة واحدة. بين قوسين جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: كم يغفر الرجل لزوجته؟ أخطأت مرة، أخطأت مرة ثانية، كم مرة تصفح عنها وتتجاوز عنها؟ كم مرة؟ قال له النبي صلى الله عليه وآله: في كل يوم 70 مرة. 70 مرة في كل يوم تصفح عنها. هذا مو فقط صفح الرجل عن زوجته، وإنما أيضا صفح المرأة عن زوجها أيضا. العلاقات يجب أن تكون متكافئة، الصفح يجب أن يكون من الجانبين. النبي صلى الله عليه وآله قام إلى تلك القطع، أخذ قطعة لم تكن ملوثة وتناول قليلا من ذلك الطعام، وقال لتلك الخادمة: لا تقولي لتلك الزوجة ما حدث، قولي لها إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد تناول من هذا الطعام وقال إنه كان لذيذا جدا. لاحظوا هذا التعامل، هذا التعامل العائلي، هذه الإدارة العائلية تضمن سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. أكتفي بهذا القدر في هذا البعد. أنتقل إلى البعد الثاني، بعد الإدارة الاجتماعية. النبي كان مديراً اجتماعياً، كان يسأل عن أحوال واحد واحد من المسلمين، كان يتفاعل مع آلامهم، يتفاعل مع مشكلاتهم. أكتفي بشاهد واحد وأختم الموضوع. جابر بن عبد الله يقول: كنت في إحدى المعارك، عندما رجعنا من تلك المعركة وإذا بناضح يتخلف، الجمل يبرك ويجلس على الأرض في صحراء مظلمة في ليل بهيم لا يوجد أحد، الحيوانات تهدد حياة أمثال هؤلاء، ماذا أصنع؟ كلما حركت هذا الجمل لم يتحرك، فبقيت متحيرا وقلت: يا له من ناضح سوء، لقد كان لنا ناضح سوء. هذا من القديم كان هالشكل. في هذه الأثناء وإذا بصوت يأتي من خلفي يقول: من هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمشي آخر القافلة، حتى إذا كان هنالك عاجز، إذا كان هنالك محتاج، يقوم بذاته المطهرة على شؤونه. يقول: قال: من هذا؟ عرفت صوت رسول الله صلى الله عليه وآله. قلت: أنا جابر، فداك أبي وأمي يا نبي الله. هذه الكلمة فداك أبي وأمي كلمة معبرة، أعز من في هذا الوجود الأب والأم، لا يوجد هنالك أحد له حق على الفرد أكثر من أبيه وأمه،
يقول له فداك أبي وأمي، يعني أبي وأمي يذهبان فدوى إليك. هذا يعبر عن ذلك الحب، عن ذلك الولاء الذي كان للمسلمين تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن بعد مرور 1400 عام يذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بالقلوب تتحرك، وإذا بالمدامع تجري. هذا يدل على ذلك الأثر الذي خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله في أذهاننا. قلت أنا جابر فداك أبي وأمي يا نبي الله. قال لي لماذا أنت هنا؟ قلت إن جملي قد عصى علي. نزل النبي صلى الله عليه وآله وعالج بيديه الكريمتين ذلك البعير حتى أقامه، ثم أركبني على ذلك الجمل. رسول الله قائد دولة أركبني على ذلك الجمل وأخذ يسايرني. انتهت القضية عند هذا الحد. لا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وآله يهتم بكل جزئية. يقول في تلك الليلة سألني رسول الله، قال له ما فعل أبوك عبد الله جابر ابن عبد الله؟ قلت إنه قد مات. قال هل ترك دينا مات مدين؟ قلت نعم يا رسول الله مات مدينا. قال لي بكم اشتريت هذا الجمل؟ قلت اشتريته بخمسة أوقية ذهبا. لعل بعض المؤمنين الذين يرتبطون بالذهب يعرفون القوة الشرائية لخمسة أوقية ذهبا. قال لي أتبيعني هذا الجمل؟ أنا أشتري منك هذا الجمل، جمل سوء كما قاله جابر، أشتريه منك بخمسة أوقية ولك ظهره إلى المدينة. قلت نعم يا رسول الله. جئت إلى المدينة، النبي اشترى مني الجمل، أعطاني خمسة أوقية ذهبا وقال يا بلال زده ثلاثا، لعل هذا الجمل لم يكن يسوى هذا القدر، عندما اشتراه كان يسوى خمسة أواقي ذهبا، لكن النبي اشتراه بسعر التكلفة، أعطاه خمسة أواقي ذهبا وقال يا بلال زده ثلاثة أخر. ثم قال لاحظوا يا بلال رد عليه جمله، أعطاه الجمل وأعطاه خمسة أواقي وأعطاه ثلاثة أواقي إضافية، قال اذهب وأد دين أبيك. من النقاط الموجودة في هذه الرواية أنه يقول أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله استغفر لي في تلك الليلة 25 مرة، يعني في أثناء المسيرة كان يقول اللهم اغفر لجابر، اللهم اغفر لجابر 25 مرة. في الآية الكريمة عزيز عليه ما عنتم، النبي يتألم لآلامنا، يهمه أمرنا. نحن أيها الإخوة يجب علينا أن نتعلم بالإضافة إلى الصفات الذاتية من رسول الله، يجب أن نتعلم من علمه، من حلمه، من تقواه، من زهده. بالإضافة إلى هذه الصفات يجب علينا أن نتعلم من صفاته الإدارية، سواء في بعد الإدارة العائلية، في
في تعاملنا مع زوجاتنا وفي تعامل زوجاتنا معنا وفي بعد الإدارة الاجتماعية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء بسنة نبينا صلى الله عليه وآله، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.